احنا النهارده امام جنايه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، بان المتهم حسام عقد العزم 100% على ازهار روح المجني عليه سيد بركه الله يرحمه او مطهر احمد مولاه. فاحنا قدام عده اتهامات اخرى، سرقه المبالغ الماليه والهاتف المحمول، واحنا النهارده امام هذه الجنايه المأساويه البشعه الذي حزنت لها على اهل بلده البراميل باكملها، وتتمنى ان تشفي صدورها وان يصدر بها حكم ان شاء الله على القاتل حسام صابر بالاعدام. حسام صابر كان صديق لسيد بركه الله يرحمه، وكان سيد المجني عليه كان يساعده بحلول مشاكله كتير، وكان يحاول في يعني يتقي شر من احسان تقليدي يعني. فاحنا قدام واقع ان النهارده الزمن اللي احنا فيه ده ان الواحد ياخد احترازه من اي شيء حتى لو كان قريب ليه. فاحنا امام واقع نتمنى من القضاء المصري الذي نثق فيه امام الدائره 21 يناير او سي التي ستنعقد يوم الاحد القادم 18/8/2024 امام المستشار الجليل عبد الباسط بالشاذلي، لان هتبقى اولى الجلسات، وهندعي مدني بمبلغ 1,000,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت كاثبات للحضور. يعني احنا مش بنعمل ده كده عشان شكل تعويض او مال، احنا ده بيساعد اغلى من اي شيء خالص، لكن عشان نشارك القضاء والنيابه العامه في اعمالهم ونسد كل ثغره في هذه القضيه. واحنا بذلنا كفريق دفاع في هذه الدعوه جهد كبير مع النيابة العامة لإيضاح الصورة الحقيقية للواقعة أنها جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، لأن المتهم استدرج المجني عليه في محور الضبع حزبة محيسن في منطقة خالية من المرة، وكانت ليلا الساعة 10 مساء. فإحنا النهاردة بنقول ونتمنى ان اهليه المجني عليهم ما بيناموش في حاله ان هم عايزين يشفوا بالينهم وصدرهم، ان هو ياخد الحكم او القصاص العادل اللي هو الاعدام. الاثباتات التي اثبتت في حق المتهم حسام صابر، اول حاجه اعترافه الغير كامل، هو كان يبرر للجريمه باشياء يريد ان يعني يستعطف النيابة العامة، لكن النيابة العامة كانت أوعى وأحرص، وكانت رجال البحث الجنائي وعلى رأسهم رئيس المباحث من صغر كمان كان قد أجرى تحريات ميدانية على أرض الواقع، وأثبت أن هذه الجريمة هي جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت لنا مفاجآت كثيرة في هذه الدعوة، ألا وهي أولا أن المجني عليه قتل غدرا وخسة من المتهم، وهي أن تاريخ الطب الشرعي أثبت في أولا أن المجني عليه به إصابات كسر في الأسنان، جروح بالوجه، خنق بالكوفية. ثالث حاجة أن هو شال حجر يزن أو يصل الحجر ده وزنه عن 100 كيلو، فشال المتهم هذا الحجر فقام بإلقائه على المجني عليه حتى يتأكد أنه لفظ، يعني لو ما لفظ انفصل حتى ليفتضح عنه. هو استدركوا طبعا المنطقة النائية دي، ازاي بقى قتلوا؟ يعني الاول مثلا كانوا بيشدوا مع بعض، طعنوا هي والدته ووالده بيقولوا ان هو كان في طعنات برضو، حوالي 3 طعنات في جسده. فاحنا كنا عايزين نعرف ازاي جريمة القتل. هو المجني عليه في اليوم ده في ليلة الساعة 10 مساء استدرج المتهم ان هو ركب معاه الموتوسيكل، وكان معاه شاب صغير يعمل في المغسلة اسمه محمد بشير، فتحايل على سيد الله يرحمه قال له تعالى نروح نوصل محمد بشير. فلما وصل محمد بشير في منطقة احنا كنا بنقول ان المتهم استدرج المجني عليه ان هو تحايل المتهم حسام صابر على المجني عليه، قال له تعالى نوصل محمد بشير اللي هو شغال معانا في المغسله ده، باعتراف محمد بشير في حق النيابه العامه ولينا كفريق دفاع عن المجني عليه، وقال لنا ان هو وصل بالفعل لمنطقه سيد ابراهيم منطقه زراعيه برضه، وبعد كده
محمد بشير قال لنا او في تعات النيابه قال ان هو مشي في طريق اوسيم الزراعي اللي هو ايه محور الضبعه عزله محيص. فبعد كده عشان المتهم يبرر للجريمه قال في تعات النيابه العامه ان هو عاجبه ازاي يوصل لحد ده كلام المتهم اللي هو بيبرر للجريمه. هو بيقول له انا بعاجبه في منطقه زراعيه بالليل الساعه 10 بالليل في منطقه ما فيهاش اي حد خالص، لكن الحقيقه اللي حصل ان المجني عليه قتل غدرا بخسه وعلى اساس ذلك تم سحبه من على المسك وقام بارتطامه على الحجر الكبير فاحدث به الاصابات كسر من الاسنان وجروح بالوجه تمام. وعلى اساس ذلك بعد ما ارتطم خنقه بالكوفيه، وبعد ما خنقه بالكوفيه جاب حجر الكبير اللي هو رقمه كده شاله وراح ضربه على صدره فتم كسوف القفص الصدري بالكامل، لان دلوقتي جسم سيد ما فيش حته سليمه من الداخل والخارج. يعني عمليه القتل تمت ان هو القاه على الحجر ثم خنقه. خنقه طيب. بعد ما خنقه شال الحجر اللي هو رقمه ووضعه عليه راح شاله القاه عليه. الحجر ده من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 3 العصر. طيب هي الاسره قالت ان كان في طعنات في جسده، هل هو في الجريمه في سلاح ابيض مستخدم؟ لا هو مفيش سلاح ابيض، هي جروح. يعني هي جروح في جسمه كان من الاحتكاك بالحجر، ما فيش طعنات. وما فيش طعنات؟ لا في طعنات، في طعنات بس اللي هي زي جروح نتيجه الجروح. جروح. تمام. احنا فريق دفاع المدعين بالحق المدني اللي هي اهليه المجني عليه، سعيد حواش محامي بالنقد، وزميلي استاذ احمد السهيلي محامي الاستئناف العالي. احنا وكلنا من قبل اهليه المبني عليه بمتابعه القضيه والادعاء المدني فيها واللي متهم فيها حسام صابر. ملابسات القضيه بترجع لليله 2/3/2024. اسر بلاغ بتغيب سيد بركه رحمه الله عليه. في الليله دي هو اخبر اهليته بانه رايح مشوار مع حسام اللي هو القاتل اللي هو المتهم لحد مدينه اوسيم المجاوره لقريتنا، انه هجيب فلوس لوالده من هناك حوالي الساعه 10:30 تقريبا. بعدها بنص ساعه حسام رجع لمنزل سيد بركه وسالهم عليه فين سيد، قالوا له هو قال ان هو رايح مشوار معاك، قال لهم لا ده تليفونه مقفول وما رحتش معاه. بدأ الأهلية يدوروا على حسام على سيد حد الساعة 6 صباحا، لما بدأوا يفرغوا الكاميرات بتاع مدرسة مستقبل مصر المقابلة لورشة سيد واللي بيعمل فيها حسام، عرفوا من خلال مشاهدتهم الكاميرات ان آخر شخص كان معاه هو حسام، وكانوا راكبين دراجة البخارية هما والولد الصغير اللي شغال معاهم في المغسلة، واتجهوا اتجاه طريق أوسيم ورجع لوحده بدون سيد ومحمد. الأهلية توجهوا لمركز شرطة أوسيم وعملوا بلاغ بالتغيب، وأثناء البلاغ جالهم تليفون من أهلتهم اللي هم كانوا بيدوروا طول الليل وكان معاهم حسام بيبحث عن سيد بالليل، إن هم عثروا على جثة سيد مقتولة في حرم محور الطبعة، وانتقلت مباحث مركز أوسيم على الفور مع فريق من النيابة العامة والطب الشرعي اللي رفعوا نقاط دم وجثة سيد وطلبوا ونقلوها لمشرحة زينهم للعرض على الطب الشرعي. صدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمباحث أوسيم بالقبض على حسام اللي هو كان آخر شخص معاه واللي اعترف بقتله لسيد. برر جريمته بقى بايه؟ هو بعد الاصابات بررها بدافع ايه؟ هو حسام مبرر جريمته، هو عايز يوجد مبرر للجريمه بتاعته اللي هو ارتكبها، انه تخيل ان في علاقه بين سيد الله يرحمه ورحاب الله يرحمه، لان طبعا هو اللي كان بيندب سيد الاصلاح بينه وبين رحاب. حسام يعتبر عشرة عمر السيد اللي كان في البيت معاه ليل ونهار، بياكل من اكله يلبس لبسه. كان سيد دايما بيساعد حسام، كان وعده ان هم عاملين جمعيه يقبضها عشان يجيب له شقه يتجوز فيها. فنظرا لسوء سلوك حسام بدات رحاب تنفر منه نتيجه تعدي عليها بالضرب
نتيجة مطالبتها إن هي تجيب له قروض باسمه. اكتشفت عليه بعض جرائم السرقة على حسام، فبدأت فسخت الخطوبة بينها وبين حسام لحد ما يوم الحادث والد حسام والد رحاب رحمة الله عليه طلب من سيد تليفونيا تعالى اعمل روح مع رحاب لحد السجل المدني عشان هتعملي طاقة لأنه هو راجل كفيف وقعيد عشان ياخد المعاش بتاع تضامن وطاقة، بس شرط توديها وتجيبها لي زي ما لأن أنا خايف على عليها من تهديدات حسام. في اليوم ده طبعا خدها وراح السجل المدني، حسام شافها شافهم فأوغر في صدره ازاي هي تركب معاه ازاي يروحوا مع بعض وما يقوليش انا. من اللحظه دي اللي هي العصر اليوم ده بدا يخطط لارتكاب جريمه قتل سيده طبعا. وبعد ما انهوا على اليوم العمل بتاعهم اتصلوا بالسيد وقالوا ان احنا هنروح مشوار ونجيب فلوس لوالدي زي ما صارت الواقعه الصحيحه. فهو عايز يوجد مبرر لنفسه بانه لقى في علاقه بين سيد وبين رحاب وده ما كانش حاصل. لا 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 عالم الصحه ما فيش كلام. هو كان مجرد جيران بيوصلها نتيجه طلب والدها. هو نتيجه طلب والدها وسيد في البراجيل مشهور باعمال الخير. فكان بيسال متخش عن حد. وكان في شهاده الاهالي. وكان في مفاجاه رحاب قالت عنها هنا في المكتب ان يوم قتل سيد الله يرحمه ان هو بعد ما قتل راح لرحاب لبيتها في بيتها. وقعد يرن عليها فعملت له بلوك وما رضيش يرد عليه. فلما عرفش راح متصل بقى برقم قريب من سوبر ماركت اللي بجوار المنزل بتاعها فردت عليه قالت له انا مش هرد اجي معاك. فكان عايز يسرجها عشان يقتلها عشان يوجد مبرر. هو كان بيقول لها تيجي معايا ليه يعني؟ هو بيقول لها تعالي انا اجيب لك هديه. هو بيتحايل عليها عشان يقتلها ويقتلها جنبها. ده الحلقه اللي كنا كده مسجله ده فويس بكده يعني احنا معانا ما يثبت الكلام ده دون يعني هو كان عايز يستدرجها عشان يقتلها مع سيد ومع سيد. على الرغم ان احنا سالنا اهليه سيد قال ان احنا ما نعرفش اصلا لحد من الاساس. اول مره كنا نعرفها كان يوم ما جت عزل سيد. بالفعل الام ذكرت كده لكن بالفعل هم ما يعرفوش ان في اصلا علاقه. كل العلاقه مش ان حسام هو اللي كان بيدخل سيد عشان يصلح بينه. ده اللي حصل. بس وان نفترض مثلا لو في مشروع خطوبه هو مش مبرر للقتل خاصة ان هي فسخت خطوبتها.